أنا رشيدة بنت محمد، أنا كنطلب المساعدة لهاد الولد. أنتم ما كتشوفوا في حالته، أنا وياه، أنا وولدي. أنتم ما كتشوفوا في هاد الوليد، أنا كنطلب من الله منكم تعاونوا هاد الوليد. هادشي اللي كنطلب منكم، غير تعاونوا هاد الوليد وتشوفوا من الحالة ديالو. خلق هايدة، خلق هايدة، هايدة خلق 31 سنة، وانا ما سخيتش بيه، ما سخيتش بولدي. وخا طلبوني نعطيه الخيريه، وما سخيتش بولدي نعطيه الخيريه، ما سخيتش بولدي نعطيه الخيريه. وانتم ما كتشوفوا في الحاله، الحاله هي هادي. انتم ما كتشوفوا فيها والولد، انتم ما كتشوفوا فيها. هادشي اللي عطى الله هو هذا، هادشي اللي غنقول، هادشي اللي غنقول وصافي. مشينا عند المتشريات كاملين عام الخامس. لا، شنو قال لكم المستشفيات؟ قالوا لنا واخا تقدروا تديوه للسويسي ما يديروا له والو، واخا تقدروا تعطونا الورقه للسويسي. قالوا لنا واخا تقدروا تديوه للسويسي ما غيدير له والو، ولينا ما ديناش. ما الاطباء كلهم ضرناهم، كل شيء تيقلبوا تيقول لك هذا الشيء خليقه من عند الله تعالى وتبارك. دابا وانا هزه، وانا هزه مره ما تلقى باش نشري ليك، واش مره ما تلقاش باش نشريك. غير كندير له غير الحوايج. عندي 8 الوليدات، دي 8 الوليدات وبنيته ميتالي. كنطلب من محمد السادس، كنطلب من سيدنا يعاونني، راه كيشوف حالتي وفي حالة هاد الوليد، يعاونني ويعاون هاد الوليد. مازال إلا ما وكلتوش ناعس يشرب ناعس الرضاع في معلق قبالتك فوق الثلاج، إلا ما لا وكلتوش ناعس نشربو ناعس، كل شي ناعس، كل شي ناعس. ما يقدرش يقعد، ما يقدرش يقعد، لحقاش العنق ديالو ما كيرسالوش. العنق ديالو كيبقى يتلهوق، كيمشي ويجي. اللهم لك الحمد. وانا انا مريضه مع، انا مريضه ما عنديش الصحه، انا مريضه مع مني خلقتوني مع في هذه الحاله، وانا باقا معاه وما صحيتش. كنشكر المحسنين، هما كيشوفوا في هذه الحاله ديال هاد الوليد. كنطلب منهم يعاونوني، يعاونوني على هاد الوليد، يعاونوني على هاد الوليد. هما كيشوفوا في الحاله ديالو، انا كنطلب منهم الله يجازيهم بخير، الله يجازيهم بخير، يعاونوني على هاد الوليد. محتاجين يعاونوني عليه، يعاونوني عليه. غدا بتغدا نموت اسيدي، شكون يكون بيه؟ واش الخوت غيكونوا بيه؟ ما غيكونوش بيه. العمر بيد الله، انا مريضه، انا مريضه. الناس المحسنين يشوفوا من الحاله. انا راه ما عرفت ما ندير، ما عرفت فين نمشي ولا فين نجي. الزواج اللي راهم واقفين معنا الوجوه، الله يجازيهم بخير. احنا معينا قلبوا على الجمعيات، وين ما قلبه ما عرفش فين يمشي ولا فين يجي. الله يهديك.